السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشكل نريد حله، وهو عبارة عن تمرين يوضح فيه أنه عبارة عن قناة دائرية على شكل عمودي، فيه بوابة على شكل سلي صمام يكون مغلق، وفي هذا عبارة عن خزان فيه سائل يكون الكثافة 0.8، وقطر اللي هي البوابة اللي هو الصمام عبارة عن 1.25 متر. ويريد مننا المطلوب الأول دو آ يساوي حساب القوى الهيدروستاتيكية المطبقة على هذا الصمام، وبالحساب الثاني عبارة عن حساب العزم المطبق على هذا الصمام للإبقاء عليه يكون مغلقا، أي يكون في الوضع العمودي. ومعنى المعطى يساوي الأطش يساوي 2.5 متر، والعزم العضلة يساوي باي بي دي أس 4 على 64، هذه علاقة ثابتة. فلهذا كيف نحصل القوة الهيدروستاتيكية لهذا الصمام؟ هي عبارة عن الضغط، ضغط السائل، ضغط السائل مطبق على هذا الصمام في المساحة، مساحة الصمام، والمساحة الصمام عبارة عن دائرة، فلهذا نعتبر حساب مساحة الدائرة. أما الضغط عبارة عن رو في جي في أتش، والأتش اللي هو الأتش اللي هو بعد الماء، اللي هو الضغط اللي هو الماء المطبق على حتى مركز اللي هو سنتر البوابة، عبارة عن أتش زائدا دي. طول الأتش عبارة عن دي على 2، أصبح له الارتفاع. أما حساب له العزم للإبقاء على حالة الصمام مغلقا وفي وضع أفق له عمودي، لهذا حساب له القوة، الهيدروستاتيكية يعني مضروبا في المسافة، التي يتم تطبيقها على حساب يكون الصمام يكون مغلقا، والمسافة التي يكون فيها مثل مغلقا في هذا عبارة عن يعني المسافة تكون اتش زائدا اللي هو المسافة التي تكون فيها دي اللي هو مكان تطبيق القوة، ناقص به اتش زائدا دي على 2 عند السنتر. فهذه هي دي المسافة اللي يكون الفرق فيها، على أساس يكون وضع الصمام يكون مغلق وفي حال اتزان بدون تسرب المياه، كما في الحل في هذه الشكل في هذا الصفحة. القوة الهيدروستاتيكية للصمام عبارة عن الضغط الهيدروستاتيكي في المساحة، والضغط عبارة عن رو في جي في اتش، وهذه مساحات الدائرة، والرو عبارة عن الكثافة في الكتلة الهضمية للماء، وفي جي في اتش، وفي بي دي مربع لمساحة الدائرة، ودي معروف القطر. هذا اللي هو اتش سي دي عبارة عن له الارتفاع زائدا، دي على 2، ودي على 2 له سنتر مركز البوابة، وتم حسابه فضل نتج 3.125. ونحسب بعدين اللي هي القوة الهيدروستاتيكية، وطلعت 30,096.70 نيوتن. أما حساب العزم الضروري لإبقاء هذا الصمام في وضع عمودي، أي في حال مغلق حتى لا يتسرب الماء، هو عبارة لنحسب العزم يساوي القوة المطبقة على هذه في المسافة، من نقطة تطبيق القوة حتى منتصف الصمام، وكيف نحسب كيف نحسب المسافة هذه التي من خلال يعتبر ذراعا له القوة، هو عبارة عن له نحسب به اتش زائدا له
حتى نقطة سي بي، وهذه النقطة اللي هي المسافة هذه عبارة عن واي سي بي واي سي بي، هذه الواي سي بي يساوي واي سي جي اللي هي المسافة لهنا للمنتصف اللي هي اتش زائد دي على 2 زائدا له عزم العطالة اي اكس. هذه حسابه حساب هذه عبارة عن عزم العطالة على له نفس المسافة هنا واي سي جي في اللي هي المساحة اللي هو مساحة الصمام، هذه علاقة ثابتة، لهذا عزم العطالة يعني مطلوب في العلاقة موجود، والمساحة موجود، والمساحة هذه واي سي جي عبارة عن المسافة من القمة ارتفاع حتى اللي هو الاتش زائد دي على 2 في السنتر، وهي تعتبر 3.125 متر. وبعد نحسب بالتعويض وجدنا أن الفرق بينهما، هذه الفرق بين المسافتين هي عبارة عن ذراع القوة، وأعطت بهذه طلعت النتيجة هذه O.3125 متر. وبعدين نضرب العزم يساوي القوة التي وجدناها في الطلب الأول مضروب في المساحة في مضروب في الذراع، الذراع اللي وجدناه في اون سي بي، ووجد له العزم عبارة عن 940.5 نيوتن متر.